علينا والناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، أيها الأخوة المتابعين في كل مكان، نحييكم مرة أخرى مع انطلاقات هذا المساء، مساء الرموز، مساء الزعفران، مساء الثنايا. قبل قليل أعلنت انطلاقة الشوط الثاني عشر في مجموعة الأشواط في سباق هذا المساء، والشوط الثاني عشر يحمل بكشوفاته الأبكار، الثنايا، المهجنات، الأصايل. تقدم بهذا الشوط، أتقدم بهذه الشعرات المعروفة، أتقدم بهذه الشعرات العملاقة الذي وصلوا من جميع الميادين يشاركون هذه الفرحة الغالية. مهرجان دبي، مهرجان المرموم، تحفة ميادين سباقات الهجرة العربية الأصيلة. نتمنى التوفيق للجميع. تقدم على مقدمة هذا الشوط شهب، الله يا شهب. تتقدم قائمة هذا الشوط لسيد حمد بن الدود بالأسود العامري، من يقدم لنا شهب مع مقدمة الشوط. انتقل مع المركز الثاني، الجابرية، الجابرية للسيد مسري بن سالم بالعرط الحبيري، وصل بو حمد يقدم لنا الجابرية. ننتقل مع المركز الثالث، المركز الثالث وصلت فهدة، فهدة مع المركز الثالث للسيد محمد بن مبارك المنصوري. وحلو اخبارك بن مبارك وانت في هذا الموقع الممتاز. انتقل مع المركز الرابع، المركز الرابع البرقية، وصلت الآن البرقية، محمد بن خالد العطية يقدم لنا البرقية، تبحث عن المواقع الأولية. وصل مع المركز الخامس، المركز الخامس وصلت الآن شقرا، شقرا بهذا الشوط للسيد مسعود بن سعيد بن سالم المري. المركز السادس في هذا الشوط نلاحظ الآن اللي عليها رقم سبعة، هذه أوصلت الآن اللي هي نجود، نجود للسيد خليفة بن سلطان، خليفة بن سلطان بن رشيد قادم بهذا الشوط. وصلنا لا مع المركز السابع، المركز السابع اللي وصلت الآن يا سلام، تتسلل بهذا الشوط طواري، طواري الآن السيد نايف بن سالم، نايف بن سالم بن محمد الرفاد. المركز الثامن، هذه المركز الثامن حشمة، يا سلام يا حشمة، لسيد الشاعر محمد بن حمد بن فطيس المري، واصل بو حمد. المركز التاسع، شوف التاسع، بلشة، وصلت بلشة يا سلام، لسيد فيحان بن ظافر بن عبد الهادي الرشيد. المركز العاشر، آخر ندى لنا مع المركز العاشر اللي وصلت الآن، اللي هي نزاعة، نزاعة للسيد سعيد بن مطر الرميثي. هذه النتيجة للعشرة المراكز الأولى، ندانا الأول للعشرة المراكز الأولى، ولكن هناك شعرات لم يحين موعد دخولها، ترقبوها ما شاء الله في الكيلو، ترقبوها في اللحظات الأخيرة يا سلام. عودة إلى مقدمة الشوط، عودة هناك يا أبو حميد على مقدمة الشوط الجابرية، يا سلام يا سلام يا أبو حمد، يقدم لنا الجابرية، لا تحتل المراكز الأولية، يقدمها مسري بسالب العرطي الحميري، يا سلام يا هذا الشعور، يا ما ويا ما صار في ميادين السباق، شعور مسري بسالب بالعرطي الحميري، ولا زال في مقدمة الأشواط أبو حمد. أهالي المرموم يسيطرون على ساحة ميدان المرموم، مسري بسالب العرطي الحميري يقدم لنا بالشوط الجابرية، ولكن بدأ الزحف يا سلام. وصلت طواري في هذا الشوط للسيد نايف بسالم الرفادة، هذه ضيفتنا، ضيفتنا من السعودية قادمة تشارك بهالشوط وتحتل المركز الثاني. شوف الثالثة يا سلام، وصلت أنا، هذه شهب،
شهب في المركز الثالث يقدمها سيد حمد بن الدودة، حمد بن الدودة بالأسود العامري اللي كانت في المركز الأول. هذه المركز الرابع، يا سلام شوف المركز الرابع، هذه فدلان اللي تحتل المركز الرابع، محمد بن مبارك المنصوري المركز الخامس، الخامسة بلشة، يا بلشتكم من بلشة تحتل الآن المركز الخامس، يقدمها سيد فيحان بن ظافر الرشيد، يقدم لنا بهالشوط بلشة. المركز السادس عدينا، اللي في المركز السادس أوصلت الغزيل، الله يا سلام، هذه أول إذاعة، أول إذاعة للغزيل، سعيد بسالم المر العامري يقدم لنا بهالشوط الغزيل. المركز السابع شوفوا اللي وصلتني مع المركز السابع، لا زالت المركز السابع اللي هي حشمة تحتل بهذا الشوط للسيد للشاعر محمد بن حمد بن فطيس المري. المركز الثامن يا ابو حميد، هناك شقراء مع المركز الثامن، يقدمها السيد مسعود بن سعيد بن فهيد المري الحريري، الحريري المري، يا سلام هذا هو المذيع ولا غيره، الا هذا زميلنا المعلق، يا سلام يشاركنا بهالشوط. وصلنا الى وين يا شباب؟ الى المركز التاسع، المركز التاسع نجود، نجود يا سلام من ترقص على ارضيه ميدان الجود للسيد خليفه بن سلطان بن رشيد الكتبي، نعم في المركز التاسع. المركز العاشر، العاشر اوصلت في هذا الشوط اللي هي روز للسيد خليفه بن مراد البلوشي، وصل خليفه بن مراد، هذه اول اذاعه لها، اول اذاعه لها متابعي الكرام. عدينا العشره المراكز الاولى، ندانا الثاني، ندانا الثاني نتقدم هناك على مقدمه الشوط هناك مع الجابريه، هذه الجابريه تحتل مقدمه الشوط وتسيطر، الله يا ابو حمد، يا سلام موقع ممتاز ممتاز عند ابو حمد، مسري بسالم العرطي الحميري، يا سلام. ونتذكر هناك ابيات يوم اقول يهب لي من مطلع الكوس ما دام عندي ولد مياس، هذه الابيات اللي تتم في ذاكره التاريخ، اللي تتم الان بذاكرة التاريخ عند المعلقين وعند المتابعين. تقدم هناك مع البرقية، البرقية مسري اللي تحت المقدمة الشوط، الجابرية مسري بسالم بالعرط الحميري، ولكن وصلت الأسماء، يا سلام شهب، عادت شهب، عادت شهب تحتل بهذا الشوط، محمد بن الدودة اللي واصل مع شهب، يا سلام يا بالاسود يا العمري، يا سلام يا سلام يا سلام، مع المركز الثاني شهب. المركز الثالث شوف لي الثالثة بلشة، هذه الضيف العزيز، الضيف العزيز للسيد فيحان بن ظافر الرشيد، غادم مع بلشة، يا سلام الجماعة مهدين بلا أوامر بلا تعليمات، ما شاء الله شهب ولا الجابرية ولا اللي هي بلشة. المركز الرابع شوف الرابعة وصلت في هذه اللحظات، طواري طواري والشوط طواري، يا راعي طواري، يا نايف يا نايف يا نايف، اللي يقدم لنا بهذا الشوط، اللي يقدم لنا طواري السيد نايف، نايف بسالم الرفاده المري، وصلها للطلايب يا ابو حمد، قادمين يا سلام، شوف للخامسه هذه ساته اللي وصلت، افهده افهده افهده، محمد بن مبارك المنصوري تحتل الان المركز الخامس والمركز السادس، اوه وصلوا على الطلايب، وصل بهذه اللحظات، شعار راهي وشعار بن ظبيان، شعار سعاده فرج بن علي بن حموده الظاهري، هذا هو شعار الرموز، ما شاء الله اللي سجل معانا رمزين كاسين ذهبيين بهذا المساء، الشعور الاقتصادي تحتل بهذا الشوط المركز السابع، ما شاء الله المركز الثامن، شوف الثامنة اللي وصلت الآن اللي هي النايفة، وصلت النايفة للسيد سعيد بن الدحبة بن قنازل العامري، والمركز التاسع خلاص شوف الخيارين يواصل، المركز التاسع اللي مناك العنود السيد منصور بن محمد الخيارين، والمركز العاشر يا سلام، اخر ندى لنا بهذا الشوط مع المركز العاشر للسيد خليفه سلطان بن رشيد، ولكن نقول وين الموقع يا شباب؟ بدينا بهذه اللحظات الالتفاف ما
بان الزعفران بان الزعفران بان بان الزعفران يا بسري يا بسولك يا بالعرطي يا الحميري يا راح الجابرية من تحت الآن مقدمة الشوط مقدمة الشوط بينما المركز الثاني الله 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 احلوت المنافسة احلوت المنافسة بلشه 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 الآن تحتل المركز الثاني في حام بظافر الرشيد ولكن الثالث اللي منك اللي منك وصلته أبا 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 وصلت البرقية وصلت البرقية للسيد محمد بن خالد العطية والمركز الرابع الثالث هذه اللي بشعار سعادة فرج بن علي بن حمودة الظاهر اللي هي مهابة وانطلقت هناك انطلقت هناك جولة الأوامر جولة السماعة عودة مع مقدمة الشوط عودة مع الثنتين الجابري وبلشة ولكن بلشة يا سلام يا سلام يا سلام بلشة يا بلشة شافت الزعفران ما شاء الله شافت الإعلام راحت مع مقدمة الشوط في حون بظافر أرشيد أرشيد ولم جات تستعيد ألم جات تستعيد بلشة تهانينا والناموس والسلامات وين تغادر السلامات وين تغادر إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة على ظهر بلشة بلشة يا بلشة يا بلشة الأربعمائة متر الأخيرة تهانينا وتحياتنا وتحياتنا إلى فيحان فيحان بسالم رشيد فيحان بظافر بن عبد الهادي رشيد رشيد إلى العاصمة إلى العاصمة إلى الرياض المملكة العربية السعودية الشقيقة تفوز بهذا الشوط عن طريق بلشة هذه لحظات الوصول معلن الفوز والناموس سلام يا بلشة سلام وسلام يا رشيد سلام تهانينا وألف مبروك لمالك اللي هي بلشة في حان بن ظافر بن عبد الهادي رشيد تهانينا وألف مبروك المركز الثاني وصلت الجابرية للسيد مسري بسالم العرض المركز الثالث وصلت مع المركز الثالث اللي هي النايفة للسيد سعيد بن دحبة بن قنازل والمركز الرابع وصلت فيه معالم معارك يا سلام محمد بن سهيل بن عبوان العامري هذه أول إذاعة الخامسة وصلت المركز الخامس للسيد محمد بن خالد العطية واسمها برقية توقيت الزمن يا شباب توقيت اللي بلشة ما شاء الله سجلت توقيت زمني وقدره 12 دقيقة 27 ثانية خمس أجزاء من الثانية التهاني والناموس للسيد فيحان بنها فيحان بن ظافر بن عبد الهادي الرشيد ضيفتنا من السعودية الشقيقة المركز الثاني وصلت فيه الجابرية اللي سجلت توقيت زمني وقدره 12 دقيقة 30 ثانية وخمسة أجزاء من الثانية تهانينا والناموس للسيد مسري بسالم بن عرطي الحميري المركز الثالث النايفة للسيد نغد سعيد بن الدحبة بن قنازل سجل التوقيت سعيد بن الدحبة بن قنازل العامري سجل 12 دقيقة 32 ثانية ثلاثة أجزاء من الثانية تهانينا لكل الفائزين بالمراكز الأولى